حبيب الكاميرا بس هنا بس عم بسجل. نينا مرحبا من جديد، هذا الجزء الثاني. هيلين كي اس اي، هيلين ما اذا مزبوط الاسم. مرحبا يا احلى نينا بالكون، وحشتينا وحشتينا، ما في كلمه تعبر وش قد انت وحشتينا. احنا بالسعودية بنموت فيك شو وليك كثير معجبين مني ومن صحباتي، ونبيش تصفين لنا كل طالب. بدي منك توصف لي كل طالب على طريقتك باي صفة، وقديش تحبين قديش بتحبي كينك، ما بالكذبه، لانه حدا متعود على العفوية والصدق وهيك. عسل انت، اشهر نجمة بالعالم. ثانك يو. كل واحد بصفة. بدي أقول عن ليان العفوية واللي بقلبها على السينة وما بتكذب. كريم الإنسان المتفائل، بيعجبني تفكيره كتير وبيضحك كتير. نسمة الموهوبة، بتعقد. محمد رافع صوت بجنن والرجولة والهيك الشهامة. بعد فيه عبد السلام، كتير قريب من القلب وكتير بيضحك وصوته بيعقد. فريم صوته كتير حلو وإن شاء الله يشرف لبنان وأكتر. جيلبر إنسان متعدد المواهب، وفي أشياء كتير إن كومن بينه وبينه، هي حبنا للرسم وللميوزك المعينة هو بيعرفه. كتير بحبه. كريستين كتير طيبة وكتير بتحبني. كنت حس هالشي باهتمامها فيه بالأكاديمية، وصوتها بيعقد. ياسمين شريكتي بالرأس، كتير بحبها، وصوتها كتير مميز وما سامع منه بحياتي. كريمة 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 إنسانة جميلة، صوتها كتير حلو وبتضحك كمان، هدي حدا ما بيعرف عنها كتير بتضحك. لميا بتمثل كتير حلو. لميا الإنسان العاقل الحلوة اللي صوتها رائع فوق الرائع، وكتير تفاجأت لما ظهرت من الأكاديمية. عبد السلام، عبد السلام أحكي معه. محمد عبد الله، محمد عبد الله شابو بالا. محمد عبد الله، محمد عبد الله ملك نزل من السماء، إنسان رفيع الأخلاق، طيب، بيفكر بالناس قبل ما يفكر بحاله. صوته حلو كتير ومشرف بلده مليون بالمية، وأنا كتير بحبه كتير بعزه، هو من أقرب الناس إلي بالأكاديمية. سارة فرح، سارة أساني كتير طيبة. أول فترة من الأكاديمي كنا قراب من بعض، كانت لما تبكي أبقى حدا وهيك، وفيها سايد كتير هيك بريء، مش شيء الناس مش شايفينه بعد، ما بعرف ليه. محمد دقدو، محمد عبدو دقدو كتير بحبه، كتير بيضحك، كتير رايق، ما بيهمه شيء من حواليه، شو ما يصير يصير، فخار يكسر بعضه. عش انت عش، ما بعرف شو شعاره. محمد القاط، القاط ما لحقت اعرفه كتير، لعبنا اول جمعة مع بعض بليار كتير، صوته كتير حلو. شو بعد ما عرفت كتير شخصيته. حسام الهزاز الأكول، بيأكل كتير، بيشغلني بالفرنش توست، بدون يعملوا فرنش توست، بيهز كتير، بيحب يهز، يقول كريم. محمد رحمي، صوته حلو كمان، وعدني بغنية كمان. محمد رحمه، إنسان هيك كتير لطيف وكتير مهذب وكتير شهم وجنتل كتير مع بالتعامل، وصوته كتير حلو وموهوب، وكنت بس يدق على البيانو هيك قاد. وميما الصوت الرائع العربي اللي بتعقد، كتير هايبر اكتف، كنا عنا اياها هيك كتير مهضومين بالاكل، بتقلي بوبي طايتلي، كتير بحبه. من بعد شي خلصوا مبدئيا. في عنا اشور، احمد عزت وكريم، كتير بضحك. لا كريم احكي، احمد عزت، احمد عزت صوته مصري، يعني بتحسه مصري، صوته كتير حلو وتمثيله رائع. أشور سارة بتقلك نينا بحبك كتير، ونفس السؤال بسألك إياه، إنه رأيك بالطلاب بدك ترجع تعيدي؟ أكيد لا، عملي كوبي بيست. مريم رابية بتقلك إنه أنا بحبك، وأنت وكريم كوبل كتير حلو، وأنت بتجنن وهيك. حزينة على وفاة رامي الشمالي، شو العنوان هيدا؟ الله يرحمه. نينا شو رأيك بكريستين وجيلبرت بعد ما حكيوا عن كريم وليان وعبد الله؟
اللي هني أقرب أشخاص إليك وأكيد عن باقي البنات، وهل صحيح إنه حكيوا عن كريم مع إني مأكدة إنه كذب، بس حابة أشوف رأيك أنت يا أمورة. أنا صراحة كنت جوا وماني عارفة شيء، أظهرت وتفاجأت، بس حتى اللي شفته يعني ما بدي صدقه لأنه طيب وبحب الكل، ف صراحة ما بهمني مين بيحكي على مين ومين بيقول شيء على مين، بهمني كيف الناس هني بيعاملوني إلي وكيف شو الشيء اللي شفته منهم يعني تجاهي. بقول إنه بحبوني كتير وأنا سامح كل اللي حكى شيء عاطل عن حدا وبس. عاشقة ليان بتقلك نينا شكرا على وقفتك مع ليان، وانتو أحلى أصدقاء، وبدي تسلمي لي عليها كتير، بدي قلها انه تضلكم مع بعضكم برا الاكاديميه، لانه عن جد انتم صداقه اصدقاء كثير حلوين، يعني صداقتكم حلوه. ميرسي كثير. نور لينا سؤال، انت بتحبي كريم وانت عن جد اعتبرتي ليان اختك، وبليز منا تبعثي تحيه لليان وتقولي لها رساله مني انه قاك بحبها وما خاينها بليز. وصلت رسالتك. بدي اقول ليان انه بحبها كثير وأكيد حنبقى best friends برات الأكاديمي، وكتير ناطرتها على أحر من الجمر، وعم بدعمها وعم يعني عم خلي كل الناس إنه يدعموها ويحضروها ويصوتوا لها. بالنسبة لكريم سبق وجوابت، هو إنسان كتير عزيز على قلبي، نفهم كتير على بعض، قضينا كتير وقت حلو مع بعض بالأكاديمي، وهو كتير جنتل بالتعامل وكتير برتاح له. نونا على صال ننوش، أنا بموت فيك كتير، والله أنت طيبة ومهضومة وصوتك بجنن وكل شي فيك حلو، الله يحميك وحب كتير صداقتك أنت وليان، الله يخليكم لبعض إن شاء الله. قصيدة هاي، وبدي منك وعد أنه صداقتك أنت وليان تستمر على طول وما في شي يفرقكم أبدا عن بعض. السؤال هو نعطيك وبعضهم، وضحيلي نوع علاقتك بكريم، يعني علاقة حب ولا مجرد إعجاب؟ أوكي، هو لسه جاوبنا على نعم. أخيرا بليز اقبلي الآد مني، تعبت كتير قوي عشان أوصل لك، يعني عملت صداقة مع ما بعرف شو ألف نينا وكلهم مش أنت. بالنسبة للآد برجع بعيد إنه أنا خلص الأكاونت تبعي الأول، إنه ما بقى فيه، صار فيه ليمت، فحأعمل واحد تاني باسم نينا عبد الملك 2 بالرومان نمبر، وعملي لي آد علي وقت حعمل لك. إسراء يحيى بتقلك I love you so much، أنا بجد بحبك قوي قوي كتير كتير، بموت فيك قوي، بليز تعالي مصر، ما في أس دايبة، تعالي مصر وتشرفينا. أكيد إن شاء الله حاجة مصر سون.